وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد علي شبر جواد حسن، مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. أهلا بك سيد علي في نشرة الأخبار. بداية، هل توضح لنا مدى خطورة منتجات كرات الخرز المغناطيسي على الأطفال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا خطورة وأضرار منتجات كرات الخرز المغناطيسي كبيرة وخيمة إذا ما وقعت في أيدي الأطفال، فهي من الممكن أن تكون أداة إبداعية ووسيلة تعليمية للكبار، إلا أن صغار السن يتملكهم عادة فضول الاكتشاف، فمن الممكن ابتلاع الخرز عمدا أو عن طريق الخطأ، ومن الممكن أن يضعوها في أنوفهم وآذانهم، مما يؤدي في بعض الحالات في بعض هذه الحوادث إلى الاختناق أو تضرر حاسة السمع أو التذوق بشكل مؤقت أو دائم، كما قد تصل في بعض الحالات أخرى إلى تدخل جراحي من خلال اللجوء إلى العمليات الجراحية نتيجة لالتصاقات في الجهاز المعوي والسداسات كاملة. حيث أكد الأطباء أنه في حال لم يتم التدخل المباشر والفوري لاستخراجها، قد يتم إدخالها للأطفال لعمليات جراحية طارئة وخطيرة تستدعي استئصال جزء من الأمعاء. طبعا يترتب على ذلك عقار قد يتعايش معها الطفل مدى الحياة، وقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وحدها على سبيل المثال حالة وفاة وأكثر من 4000 إصابة للأطفال في أقسام الطوارئ عمارهم ما بين 11 شهر و 16 سنة ما بين 2009 و 2018. وعلى غرار ذلك أيضا تم رصد بعض الحالات في مملكة البحرين خلال الأعوام السابقة من خلال عملنا المباشر مع المعنيين في أقسام الطوارئ وأقسام الأطفال في مملكة البحرين. هذا بشكل عام ما يتعلق بخطورة منتجات كرة الخرز المغناطيسي على الأطفال. نعم سيد علي، ماذا عن العقوبات المفروضة تجاه من يخالف حظر هذا أو تصنيع أو تداول هذه المنتجات؟ طبعا العقوبات المفروضة يعني بحسب القانون تجاه من يخالف القرار الوزاري رقم 39 لعام 22 بشأن حظر منتجات كرة الخرز المغناطيسي، قد جاء ذكرها في المادة الثانية من القرار نفسه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 9 لعام 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، حيث تشير المادة بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 10,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية التي يعني منها تصنيع أو استيراد أو عرض منتجات أو خدمات البيع غير مطابقة للوائح الفنية المعتمدة، علما بأن جميع المخالفات سيتم البت فيها من خلال النيابة العامة من خلال المحاضر الإدارية التي الخاصة برصد المخالفات التي ستحال إليها من قبل الإدارة المختصة. نعم السيد علي شبر جواد حسن، مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك.